أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن AEW Dynamite اللي شفنا فيه مباريات حلوة، الدفل نفسه ظهر، وسيجمنت ما كان له داعي نشوفه أبدا. واليوم تحملوني، نعم صوتي متغير ومزكم، بس أسولف على خفيف وأتكلم عن معظم الأمور اللي صارت في العرض. نبدأ مع سمو جو يقول يبغي أجوبة دورة يحمي MJF لين World's End وياخذ اللقب منه، بس الأسبوع الماضي هاجموا ورا الكواليس، ويوم راح يشوفه لاحظ غرشة الباربيكان لكاوبوي معين. وصل صاحبنا قال تتهمني أنا؟ لو في بالك أني هاجمت ماكس ترى ما يهمني الولد، لا هو ولا صاحبه. اسمعني بيج، أنا مش محقق، لا بكون السفاح قدامك. ونسمع رودي ما له حل صراحة. نعم يقول له أنت محظوظ لأنه ما هاجموك، بس اسمع كلامي، خصوصا بيج اللي كان اليونج بوي اللي هي أنا. صحيح أيام رينج أوف أونر، فكر بالموضوع، جاي وايت طلب مباراة على اللقب وهاجموه، الأكليمد خسر مباراة التاك تيمز وهاجموهم، بعدين هاجموا ماكس بس ما شفنا شيء، وانت انقذه حتى الأسبوع الماضي ما شفناهم يهاجمون، وبيج خرب التحقيق لأن كلام رودي منطقي. حتى في شيء ثاني يا شباب، آدم كول اختفى والديفل بدأ يهاجم أكثر وأكثر، كأن آدم يحمي صاحبه. مصيبة بي بي مطول مع الإصابة، لو كان موجود كان استمتعنا في القصة أكثر، بس الآن أحس بيكون في تمطيط للقصة هذه مع الأسف. نرجع وهانجمان بيج هاجم رودي، تبدأ المباراة والشغل كان مجنون عن يومهم، بعيدا عن الكاركتر والقصة هالاثنين مبدعين في الحلبة، وأحلى افتتاحية للعرض. شفنا المونسولت نزل تحته والبوب اب باور بومب غسل الولد، انجل سلام وبوستن كراب، بس بيج وصل الحبل، هاجم تيفن ومايك بنت ورا المونسولت من فوق الجبال، بيج يفوز بحركة ديداي. نزال جميل جدا روحوا شوفوه، بس رودي ماكل تبن، يخسر في كل مباراة، المفروض ياخذ دفعة يا أخي والله العظيم. والآن برودي كينج ضد أندرادي في المجموعة الزرقاء، الاثنين عندهم 6 نقاط بدون خسائر، والفايز بينهم راح يتصدر المجموعة. تحية للانا أو سي جي لابسة كأنها كات وومن، وما ننسى أندرادي بينتهي عقده قريبا، وفي أخبار أنه يبغي يرجع للدبليو دبليو إي ويكون مع مرته بنت فلير، ولكن مهتمين فيه خصوصا في البطولة هذه. شفنا الدي دي تي من فوق الجبال، بس قبل ما يسوي الحركة شل الواقي اللي يمسك الزاوية، وبعدين هامرلوك دي دي تي يفوز المباراة. صدمة يا شباب، المستوى حلو صراحة، المكسيكي يبرز في البطولة هذه، وإذا بيترك الاتحاد ليش ما أخذ دفع الآن؟ أو يمكن جدد معاهم دام عمو ريك فلير موجود هني، شكله بيستانس معاه. كيفن فون إيريك مع عياله روس ومارشال موجودين، قالوا يحبون AEW وستايلهم في الحلبة. ظهر أورنج كاسيدي مع ترنت ودان هاوزن، كاسيدي قال عنده مباراة ثلاثية تاك تيمز في رامبيج ويبغي صديقين، روس ومارشال وافقوا على الموضوع. ترنت والوحش زعلوا شوي بس بالأخير وافقوا على النزال، وشكل عيال كيفن فون إيريك بيوقعون مع الاتحاد قريبا، ولازم أتابع العرض. شفت لهم كم مباراة في MLW ومستواهم لا بأس، فننتظر اليوم الجمعة يا عمي، في نفس اليوم عندنا 3 عروض والله العظيم، سماك داون رامبيج وفاينل باتل. ننتقل لكيني أوميجا، موجود الحبيب والجمهور جن جنونه أكثر من المباريات، مع كريس جيريكو زين شفناهم موجودين بسبب بيج بيل وريكي ستاركس، كسر كوع جيريكو وخذ 3 أسابيع يفكر بالموضوع، والآن يبغيهم في الحلبة. إي ريكي وبيج بيل موجودين، قالوا ما عندهم مشكلة مع كيني بسببه هو كونوا الاتحاد هذا AEW، وكريس يمص دم الشباب والنجوم الموجودين، ما ننسى الانر سيركل جيريكو ابريشيشن سوسايتي لأنه خرب مسيرة الأفراد. وأنا أتفق معاه، نعم أولهم دانيال غارسيا، أكل هوا الحبيب. كيني قال تسألوني لو أثق بكريس جيريكو؟ أكيد ما أثق فيه، وانت كنت في فريق اسمه الفيرم والكل نساه، وانا انضرب على كيف كيفك كل اسبوع، ولكن ما تشكه لان الوجهة القادمة بيكون World's End، بنلعب على القاب التاك تيمز، ها شو رايكم؟ موافقين، بس ما ننسى ان في يناير فزت على جيريكو مو مرة لا مرتين، ونحن افضل تاك تيمز في القسم وما عندنا اسم. دقيقة ركي دقيقة، انا عندي كم من اسم بصراحة يليق عليكم، The Absolute The Rick and وبيج بيلي ستاركس. كني أتابع ماندي نايت رو في 2017 يا شباب، شزفت
كمل قال ريكي ستاركس انزو اموري باقل كاريزما. شباب شو السالفه؟ ما لقيتوا غير السخافه هذه والاسامي اللي نسمعها في الابتدائي؟ يا عمي الكلمه تحمس للنزال، وهني بدل ما تكملون يعني جيريكو وكيني يهاجمون الشباب ورا الكواليس نشوف اكشن من الحبايب يحمسون اكثر. السخافه هذه ما تنفع اليوم، ابدا ما تنفع يا عمي، حتى في الدبليو دبليو اي ما قاموا يسوونها ابدا. في شخصيات موجوده تكون كوميديه مثل ار تروث، بس لو بنكون صريحين هذه من اكبر المباريات في البيبر فيو، مرتبة الاولى لقب العالمي والثانيه المباراه هذه، واختاروا يعطونا الزفت. مع كل احترامي انا متاكد هذه فكره كريس جيريكو، متاكد منها. خلنا نركز على الجمال، وتوني ستورم تنضم لطارة المعلقين وتتابع نزال ريهو مع روبي سوهو، وشفنا قميص جديد لآدم كوبلند عليه جماجم صراحة شكله حلو. مستعد أحلل النزال هذا ولا أتكلم عن السيجمنت الزفت اللي شفناه قبل شوي. روبي تستعمل القوة والضربات على ريهو، واليابانية تستغل الهاي فلاينج والشقلبات على خفيف، حتى توني ستورم ممتع مع المعلقين. شوفوا شباب، كل إنسان له مميزاته، خصوصا في النجوم أو النجمات لهم شخصية أو أسلوب في الحلبة، ولكن توني ستورم لها الاثنين، بس تحتاج خصمات على مستواها. جيمي هيتر وينها يا أخي؟ مكانها فاضي. بريت بيكر، ثندر روزا، مع أن في أخبار أن ساشا بانكس راح تنضم مع WWE إيه قريبا بعد بسبب تريبل إتش، تعرفون هي تركت الشركة بسبب فينس ميكمان، والآن الحبيب مش موجود، فشكله بيراضونها، وإذا شافت القسم في أي دبليو قصدي أكيد بتغير رايها. مع كل احترامي حلو، ريهو فازت بحركة ميديورا والمباراة حلوة. نعم راح تنافس توني ستورم على اللقب قريبا، ووردلو حتى الآن يبغي الديفل وام جي اف. حبيبي انت واحد من افراد الديفل او اتباعه، صدقوني بيكون رودي الكينجدوم ووردلو. اتمنى كايلو رايلي بعد يكون معاهم متى ما رجع. الآن روش ضد جاي ليثل. المعلقين قالوا روش لازم يفوز المباراة هذه عشان يكون له امل في البطولة. حبايبي روش ما له امل، لانه خسر ضد موكس، حتى لو فاز في المبارتين وموكس خسر بسبب المواجهات ما بيقدر يتأهل لنصف النهائي. يعني لازم اشرح كل شيء، ركزوا معي. الاول والثاني في كل مجموعة راح يتأهلون لنصف النهائي، بتكون في نيو يير سماش بتاريخ 27 ديسمبر، يعني قبل البيبر فيو، والفايز في المبارتين بينافسون بعض في البيبر فيو اللي هو وورلدز اند. حلو حلو، اتمنى تحسون فيني يا شباب باللايك الاشتراك في القناة وتكتبون عدام. روش فاز بالاخضاع وحركة التشوك نفس موكس، كان يرسل له رسالة. واذا قدموا عداوة بين الفريقين يعني البي سي سي والي اف اي صراحة حلوة بتكون. جاي وايت ضد مارك بريسكو. جاي عنده 6 نقاط ويحتاج الفوز، قلتها قبل، الام في بي هو مارك بريسكو، مع الخسائر يقدم مستوى مجنون. قبل وفاة أخو جاي دائما التركيز كان عليه، والآن مارك قاعد يبدع كفردي، يوما ما بيفوز بلقب فردي ويقدم أحلى فترة، صدقوني يا شباب. بعدين عيال جان وينهم؟ مختفين الحبايب. أنا فاهم جوز روبنسون مصاب، بس أتمنى يرجعون بأسرع وقت، والله مكانهم فاضي خصوصا بعد البطولة. شفنا إعلان للبي سي سي، موكس وبرهوم وكلاوديو بيلعبون ضد مارك بريسكو وFTR في فاينل باتل. أوه مجنونة بتكون يا شباب، أبغي أشوفه. أتمنى يروح عني الزكام والحمى التعبانة هذه، لأنه بنفس يوم سماك داون اللي بيرجع فيه تشلب العود. الله يعني، بس أنا عادة أنزله بعدها بيوم، يعني لو السبت كان سماك داون الأحد يكون أي عرض ثاني، بس مصيبة عندنا كوليجن الآن يعني عروض ورا بعض. المهم نزال جميل جدا، شفنا الفروغي بو جاي رفع الركب وبليد رانر للفوز، يعني جاي وايت عنده أمل حتى الآن يتأهل في المجموعة. حلوين. المين ايفنت جون موكسلي ضد سويرف، ونستمتع مع برنس نانا. النتيجة المناسبة من وجهة نظري يكون تعادل، بعدين جاي وايت يوصل لنصف النهائي، لأن سويرف ما يحتاج البطولة، لا دوره المفروض يكون على لقب العالمي وياخذه من ماكس. لا تقول لي سموه جو هاجمان بيج، لا 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 لا، سويرف الأنسب. الجمهور متحمس ألف للمباراة هذه، والشغل من أجمل ما يكون. موكس نسميه جندي وفي، موجود في كل عرض، ما ياخذ إجازات، حتى لو مصاب يقدم بروموز يكون على طاولة المعلقين، صراحة ممتع فيه. وسويرف أشوف الواجهة القادمة للاتحاد. موكس مسك صبع سويرف أو صبعين بالذات، ستيف أوستن والبنصر،
ياب كرسي والثاني عطى دبل ستومب على الأرض، ووحدة ثانية من فوق الجبال، بس موكس عمل كيك اوت وتثبيت سريع للفوز. جيز مان، لا تعادل ولا خرابيط. جاي وايت له أمل كبير لو فاز على موكس في الجولة الأخيرة، وسويرف لازم يخسر ضد روش. ككل عجبني شغلهم، مش بس في المين إيفنت، كل نزالات البطولة اللي أشوفه لاعب دور كبير في العروض. بس ما خلصنا، لا، أتباع الديفل هاجموا هانجمان بيج في الباركينج، حتى الديفل نفسه موجود، ودمروا فوق السيارة. إيه، القصة مستمرة. السؤال، ليش ما هاجموا سمو وجو؟ هذا التخمين مني. نفس ما قلت مرة ثانية، الأتباع هم رودي، كينغدوم ووردلو، ينفذون أوامر آدم كول. لو تذكرون قبل كان يظهر على الشاشة ويقول لماكس اشتغل مع سمو جو، خلي يكون صاحبك، لأن هدفه يرجع من جديد وياخذ اللقب من MJF. هذا من وجهة نظري يا شباب. عرض اليوم جميل، استمتعت بمعظم المباريات، حتى السيدات قدموا شغل جميل، غير سيجمنت جيريكو وكيني مع ريكي ستاركس وبيك بيل، سخيفة جدا. في كوليجن بنشوف كلاوديو ضد أندرادي، داني غارسيا ضد إيدي كينغستون، وبراين دانيلسون ضد برودي كينغ. أتمنى استمتعتوا اليوم، مع أني ما أعتقد، وسامحوني إذا ما كنت متحمس كالعادة. الآن بريح وبحاول أرجع قواي وأكون بكامل عافيتي في سماك داون القادم. مع السلامة. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون. دائما أبدا بينكم وان. Check the mic and make sure it sound right, boys. Now we're TMDK and we're here to say we're gonna kick your ass in a mighty way. We in the morning. We're here to say we in the morning. Mighty way. Do do tonight. Tonight. Do 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 very unique. Do do do.